نمرة اثنين، تكرار الحكومة الإيطالية هو مش أيضا مش فقط تسهيل أعمال وإنما تأسيس للحكومات القادمة علشان يبقى في استمرارية. The government is also doing a lot of other reforms that will make sure that those who are at the bottom of the line, those who deserve to be supported, are getting the support that they need. And that will come under all sorts of programs, whether it's improving health and education, whether it's moving to the cash subsidy rather than the commodity subsidy, whether it is creating jobs, and so it is a combination of a social program that will bring us closer to achieving more social equality. This is the context in which the phasing out of energy subsidy is going to take place, and it's a gradual one so that no one is shocked. So we feel comfortable about the appropriateness of moving on that reform agenda item. Since it's going to be done gradually, we don't think it's going to be impacting investors significantly in a short period of time. So that's basically the answer. You want to add something to this, Mr. Minister? The smart part. The mic. Okay. لا هو دلوقتي دي فيها الدراسات بتاعتها فبيبقى صعب ان احنا نتكلم فيها في الوقت الحالي. انا بس بدي الخبر ان في البورصه ان شاء الله ما وقفتش على كده، ان احنا شغالين بنبص ازاي نضخ فيها دماء جديده ونطرح فيها شركات جديده، بالاضافه اللي انا قلت ان برضه في هناك قواعد هتساعد على ان احنا نأيد الشركات الجديده وتبدا في انها تطرح يا اما سندات يا اما تعمل طرح عام. بالنسبه للاجابه الخاصه بالشركات اللي صدر بصددها احكام قضائيه، طبعا الاحكام القضائيه بنحترمها فخطوه واحد بننفذها، وبعد كده هناك لجنه من المستشارين ومن الفنيين ومن قطاع الاعمال العام الشركه القابضه او الشركات القابضه هتنظر انها ايه اللي ممكن تتفاهم فيه مع المستثمر وفقا او في ضوء الاحكام القضائيه اللي صدرت. ولكن يمكن في احد هذه الاحكام في شيء من الصعوبه برضه في تنفيذه، فهذه اللجنه ايضا هتنظر في تنفيذه، لان شركه النيل لحديد الاقطار متداوله في البورصه وموجوده مع الاف المستثمرين، ومن الصعب طبعا ان احنا ننفذ الحكم دول الناس فيه او غصب عنهم، فيعني برضه هنشوف برضه كيفيه التنفيذ مع القاضي اللي اصدر هذا الحكم. الشركات الثانيه حضرتك كلامك سليم. لا الشركات السليمه احنا كنا لسه اكشن كلامين مصر شبين
لسه المصنع ما تسلمش ومستثمرين يعني عندهم مشكلة ان هم لسه ما اشتغلوش. لا 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 لا, لا, لا في لجنة, واللجنة دي شغالة دلوقتي على كل الاحكام القضائية في تسليم, والناس بتاخد مرتباتها من الشركة القابضة. الشركة القابضة بس عشان هم شغالين حساب الدين يعني. لا لا لا, لا يعني برضو ايه شغالين وبتاخد دراسة. يا ابو اتفضل عليك اتفضل. ده سؤال مهم, ايه التعديلات المزمع اقترحها على الموظف؟ انا مش هتكلم على الحكايه دي بالتفصيل الان, انما في حصل شويه تغيرات. اولا حصل تغير في توجه السياسات الاقتصاديه بالنسبه للحكومه دي مقارنه بالحكومه اللي قبلها, وزي ما انا قلت من شويه ان التوجه هو توجه توسعي مع انضباط مالي لتنشيط الاقتصاد. دي المحور اللي بنتحرك فيه. ازاي هنعمل ده؟ في ايرادات جديده. حضرتك طبعا سمعت على المنح ال 12 مليار اللي جت من دول الخليج. مش كلها جت يعني, في بس ده الكوميتمنت يعني على كل حال. ففي موارد اضافيه, دي واحده. في التزامات اضافيه ايضا من ناحيه ثانيه, زي مثلا حد الادنى للاجور. في التزام بحزمة الاستثمارات في البنية الأساسية ل 22 مليار جنيه اللي أعلن عنها أتكلمكم عنها النهارده الدكتور أشرف العربي. في تغيرات جوهرية في الموازنة بهذا المعنى, وبالتالي في مثلا إحنا بنعيد النظر في ضريبة المبيعات ما تبقاش بالشكل اللي كانت عليه, لأنه صدر قانون ولم يفعل هذا القانون, فإحنا بنعيد النظر في هذا. الوقت ده مش اللي احنا عايزين نفرض فيه ضرائب زياده, لان احنا عايزين نبقى توسعيين. فانا عايز اوصل لحضرتك والساده الموجودين انه في تغير في الملامح الرئيسيه للموازنه يقتضي اعاده النظر فيها, وان شاء الله ده بنشتغل عليه دلوقتي. وعايزين برضو في السكه واحنا بنعمل الحكايه دي نطمن ان عجز الموازنه بيقل, فكل ده بيدعو لان احنا نعيد النظر في الموازنه, وده اللي بنعمله, فهيطلع قريب ان شاء الله. أنا عايز أستغل وجود وزير الاستثمار ووزير المالية وأتكلم عن تنشيط ضد تنشيط السندات. حكم البنك المركزي قال إنه مفيش حاجة اتعرضت عليهم ليها علاقة بتعديل قانون المتعاملين الرئيسيين. إحنا بقالنا سنتين ثلاثة كنا ماشيين في الخطة دي, وفجأة اتوقع كان طول الوقت بيقال إن التعديل المركزي يعني. هو السؤال بتاع حضرتك وارد, وبس يعني نقطتين احب ارد بيهم. الاولاني انه لما الحكومه عمرها شهرين وشويه صغيرين وعندها اولويات كتيره قوي, الموضوع ده رغم اهميته ما كانش يعني اللي احنا عايزين نتعامل معاه مباشره. فاول حاجه عندنا كان موضوعات اخرى اكثر الحاجه, دي نمره واحد. نمره اتنين ان ماليه ما عندهاش اعتراض انها تبحث عن الوسائل الممكنه والمختلفه بحيث ان في الاخر يتم التعامل مع كل الاوراق الماليه باشكالها المختلفه على كل حال, ونقلل يبقى في سوء رائجه, لكن ايضا في تكلفه للعبء بتاع الاعتراض بالنسبه للماليه. فيعني انا متفق مع حضرتك, هو ما جاش وقتها لكن وقتها يمكن قرب ان شاء الله. طيب سريعا ايضا يعني زي ما السيد الوزير تفضل وقال, في الوقت الحالي يمكن الدكتور عمران وهيكلمكم عليها في الجلسه بتاعته, في مقترحات هيتم مناقشتها مع الماليه عشان نوفق زي ما انت فضلت وقلت بالظبط بشأن المتعامل الرئيسي على السندات. لكن هي المرحله اللي جايه وخاصه في مشروعات البي بي بي ليها اهميه بالنسبه للشركات الخاصه,
وايضا هي عايزين نعمل توازن في البورصه المصريه. ما يحدث في البورصه المصريه عكس كل البورصات في العالم، هي بورصه تعتمد في الشكل الرئيسي على الاسهم. لما بيحصل نزول في الاسهم بيحصل ان نشوف ان النزول بيبقى هبوط حاد جدا، غير لما بتبقى فيه متوازنه ما بين ادوات اخرى للدين مع الاسهم بتوزن المعدلات التذبذب داخل المؤشرات المختلفه في البورصه. فده من الاهداف، على الرغم طبعا ان الحكومه الانتقاليه، ولكن من الاهم جدا ان احنا بنأسس لها علشان نعيد التوازن في البورصه المصريه.